أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة. والبداية نعتذر عن هذا الخلل التقني الخارج عن إرادتنا، كما تمت الإشارة إلى ذلك في نشرة الأمس. تعرضت عائلة الشابة الصحراوية محجوبة للتعنيف من طرف ميليشيات البوليساريو، فضيحة جديدة تهز أركان قيادة البوليساريو بعد ضلوع هذه القيادة في تهجير الشاب محجوب محمد حمدي الداف نحو الديار الإسبانية. الفضيحة احتج على إثرها أهالي الشابة وأصدقاؤها ضد تورط القيادة في العملية، إذ أسفرت المواجهات عن وقوع ضحايا بعد المواجهات. ولنا عودة للموضوع في سياق هذه النشرة، وننتقل إلى القرقرات، حيث يعتبر المعبر الحدودي القرقرات أهم النقاط في جهة وادي الذهب الجويرة التي تعتبر بوابة المغرب على إفريقيا، الذي يعرف حركة دؤوبة بشكل مستمر، أمر دفع الجهات المعنية إلى إعادة تهيئته بغية تحديث هذا المعبر والرقي به إلى مستوى يضاهي المعابر الوطنية والدولية. المزيد عن هذا الموضوع في متابعة غالي القرحي ومحمد الداس. أشغال تهيئة المعبر الحدودي لقرقرات تعرف تقدما مهما. بعد الانتهاء من إنجاز السور الوقائي والبوابات، هنا يتم إعداد البنيات التحتية المتعلقة بشبكات الإنارة والماء والتطهير السائل. كما يضم المشروع إعداد الطرق والممرات التي تمهد لتشغيل جهاز سكانر الثاني المتوفر بهذا المعبر. كما سيتم وفق مشروع التهيئة الشامل بناء مقرات إدارية للمصالح العاملة بهذه النقطة الحدودية. ويأتي هذا المشروع والذي هو عبارة عن تهيئة شاملة وتأهيل للمركز الحدودي القرقرات بهدف تحسين الأداء الأمني بالمركز، ثم تحسين ظروف عبور الأشخاص والبضائع. الأشغال التي هي في طور الإنجاز حاليا تتمثل في تهيئة الطرقات، التطهير السائل، الماء الصالح للشرب، الهندسة المدنية الخاصة بالإنارة العمومية، ثم الحائط الوقائي.
يكتسي المعبر الحدودي القرقرات أهمية بالغة باعتباره بوابة للمغرب على بلدان إفريقيا ومركزا للتبادل التجاري مع هذه البلدان، وتؤكد الأرقام التطور الكبير الذي شهده المعبر في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المسافرين الذين عبروا خلال هذه السنة إلى حدود نهاية شهر غشت الماضي 131,000 مسافر، وقد بلغ عدد السيارات الخفيفة والكبيرة حوالي 58,000 سيارة. وعين منها بالدور الذي يلعبه، فإن إدارة الجمارك متعت هذا المعبر بالوسائل البشرية واللوجستيكية اللازمة، وهذه المسائل ستتحسن إن شاء الله حينما تنتهي الأشغال ديال إعادة التهيئة ديال هذا المعبر، خصوصا باستعمال جهاز الكشف بالأشعة السينية الثاني. ويروم مشروع تهيئة المعبر الحدودي القرقرات تحسين ظروف العمل واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة وضمان انسيابية وتدفق الأشخاص والبضائع في الاتجاهين والارتقاء بكل الجوانب المرتبطة بعملية العبور. كما أشرنا إلى ذلك في بداية النشرة، فضيحة جديدة تهز أركان قيادة البوليساريو بعد ضلوع هذه القيادة في تهجير الشاب محجوب محمد حمدي الداف نحو الديار الإسبانية. الفضيحة احتج على إثرها أهالي الشاب وأصدقاؤها ضد توريط القيادة في العملية، إذ أسفرت المواجهات عن وقوع ضحايا بعد المواجهات. التقرير سالك زبير. أسرة محجوبة حمدي الداف تتعرض للقمع والتنكيل بعد احتجاجها على ضلوع قيادة البوليساريو في اختفاء الشابة الصحراوية، مظاهرة حاشدة لأسرة وأقارب الشابة توجت بمواجهات عنيفة مع أمن البوليساريو، اصطدامات أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف العائلة والأقارب وكل من يعرف الفتاة. المصادر تشير إلى أن الأسرة اكتشفت تورط القيادة في تهجير الشابة إلى الديار الإسبانية عبر الجزائر، وكانت هذه الشابة قد التحقت في إطار جرائم بالتبني قامت به إحدى العائلات الإسبانية، وبعد سنوات من التبني قررت الأسرة الصحراوية استعادة ابنتها إلا أنها فوجئت بقيام البوليساريو بتهجيرها بعد تواطؤ مع استخبارات الجزائرية. تدخل البوليساريو والمخابرات الجزائرية جاء عقب مطالبة إسبانيا بعودة الفتاة إلى إسبانيا التي تحمل جنسيتها. ومهما يكن، فإن قضية محجوبة حمدي الداف قد ألقت بضلالها على تورط القيادة في عملية التهجير، إذ شوهدت سيارة رباعية الدفع نقلت الشاب على وجه السرعة متجهة صوب المدن الجزائرية. المصادر أشارت إلى وقوع صدامات بين أهالي الشاب وعناصر أمن البوليساريو، كما أضافت المصادر أن أفرادا من العائلة والأقارب طلبوا باستعادة ابنتهم التي عانت من مرارة الغربة بعيدا عن أسرتها. فضيحة جديدة تنضاف إلى سلسلة فضائح قيادة البوليساريو نسجتها المخابرات الجزائرية التي أرادت أن تحجب الشمس بالغربال على حقية أسرة في ابنتها. إلى الداخل، حيث نظم المعهد المغربي للعلاقات الدولية ندوة حول موضوع أي دور للأقاليم الجنوبية في تفعيل السياسة المغربية بإفريقيا. تفاصيل الندوة التي أطرها عدد من الأساتذة المختصين في العلاقات الدولية والسياسة المغربية بإفريقيا في روبورتاج محمد التروزي ومحمد يداس. ندوة بصبغة علمية غطت موضوع سياسة المغرب بإفريقيا ودور الأقاليم الصحراوية فيها، يأتي تنظيمها لتسليط الضوء على عدد من المواضيع المرتبطة بعلاقة المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء في مجالات كالسياسة والاقتصاد والتنمية وكذا المجالين الديني والروحي. يتطرق المتدخلون إلى جوانب من تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية ومستقبل مستقبل هذه العلاقات كذلك، في إطار الزيارة الملكية التي قام بها مؤخرا إلى دول غرب إفريقيا. Politique africaine du Maroc consiste sur le plan politique à consolider la position du Maroc sur la question du Sahara qui est la cause nationale, mais il y a aussi l'aspect économique.
dans la mesure où le Maroc veut diversifier ses débouchés à l'étranger, d'autant plus que l'Europe ou l'économie européenne est malheureusement en stagnation. Je suis ici pour parler du droit des affaires OADA, qui rentre tout à fait dans le cadre du sujet, puisque dans le cadre des investissements économiques, le droit est une matière structurante des investissements qui sont faits par les entreprises, notamment marocaines, dans la région d'Afrique subsaharienne. عدة محاضرين من المملكة ومن خارجها ركزوا من خلال مداخلاتهم بهذه الندوة على دور الأقاليم الصحراوية في السياسة المغربية تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء والتي يعززها البعد الجغرافي بالمقام الأول. إلى طنطان، حيث عقد مجلسها البلدي دورته العادية لشهر أكتوبر التي خصص جدول أعمالها لتدارس العديد من النقاط ذات الصلة بتدبير الشأن التنموي بهذه المدينة. حافظ محضار وعبد الرحيم حجي. 4 نقاط تضمنها جدول أعمال هذه الدورة العادية، دورة استهل الأعضاء الحاضرون أشغالها بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2015، نقطة احتلت حيزا كبيرا من مداولات الحاضرين قبل المصادقة، مصادقة همت أيضا اتفاقية للشراكة ما بين المجلسين الإقليمي والبلدي لطنطان لتحويل اعتمادات مالية ستخصص لشراء آليات للنظافة. أهم النقط للدولة المجلس البلدي النقطة ديال تهيئة الميزانية ديال 2015، والنقطة ديال مناقشة ومصادقة القرار الجبائي، والنقطة الثالثة كانت اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي، وكانت دازت جميع النقط بتصويت أغلبية الحاضرين. إعداد الميزانية اللي حظات بواحد النقاش مهم ومهم جدا، بحيث نصبت تدخلات ديال السادة المستشارين على المداخيل، وتكلموا على الأهمية ديال المداخيل ووجوب تنميتها، كما انكبوا أيضا وباهتمام على المصاريف، واتفق الجميع على أنه وجب الترشيد ثم الترشيد نظرا للظرف الاقتصادي، ونظرا أيضا بالإضافة للظرفية الاقتصادية حتى الحاجية السكان. المجلس لم يحترم مقتضيات المادة 16 من القانون 45-08 وتحديدا الفقرة الثانية منه المتعلق بمالية الجماعات المحلية، وتحديدا الفقرة الثانية منه التي تنص على أنه يجب أن تعرض الميزانية مرفوقة بالوثائق الضرورية على اللجنة المختصة اللي هي لجنة المالية قبل بداية الدورة بعشرة أيام. وبعد المصادقة على تعديل قرار جبائي تداول الأعضاء بشأن اتفاقية للشراكة من أجل إحداث مشتل جديد بالمدينة. ثقافيا، تم مساء اليوم بدار الثقافة بالعيون تنظيم حفل تم خلاله توقيع إصدار جديد للشاعر محمد السويح تحت عنوان عاداتك تطرب، ضمنه أغراضا مختلفة باللهجة الحسانية. ديوان جديد ينضاف إلى سلسلة المؤلف والشاعر. حفل التنظيم بشراكة مع جمعية شراع والمندوبية الجهوية للثقافة. سالك رحال وصالح رقيبي. لطالما كان الشعر والشعراء ملجأ لسكنة الصحراء لتسجيل الأحداث التاريخية السياسية منها والاجتماعية، ولطالما كان شعراء الصحراء لسان مجتمعهم سلبا وإيجابا وذاكرته المستمرة. اليوم الشعراء الحسانيون يختارون توثيق إنتاجاتهم الأدبية في إطار المحافظة على التراث. الشاعر محمد السويح أحد هؤلاء ضمن مؤلف جديد له من العناوين عاداتك تطرب. حايزني عليه الحفاظ على التراث، الحفاظ على التاريخ، الحفاظ على العادات التقليدية وعلى الشيم أهل الصحراء المتعدلين، وعلى قيمهم وعلى تاريخهم وعلى جودهم وعلى كرمهم وعلى عزمهم وعلى بلقتهم عن شي خاصه. هو زبدة حلة، ما هي زبدة شكوى واحدة، هو زبد حلة كامل، ويا خالق مولي ذيك الزبدة حيوانة ما خالق ربيعة ما هو واكله. وفي ياسر مطعم
فيه كل زبدة عندها طعمة خاصة بالنسبة لي أنا. حتى هما اللي لله يذوق ويذوق نعني به اللي سمعوا لي الأذن فيها وفم فيها عين. ولا شك أيضا هذا الديوان أنه قيمة مضافة ينضاف إلى خزينة التراثية لهذا المجتمع. طبعا هذا المحاولة وهذا التكريم وهذا التوقيع وطبعا يندرج في السياق عامة. طبعا حاولت من خلال المداخلة الحديث عن بعض القيم التربوية والتوجيهية والتراثية المتضمنة في ديوان وتسويح. قريحة الشاعر محمد السويح تجود فيها غرضا مختلفا ضمن هذا المؤلف الجديد، لكن يبقى غرض البكاء على الأطلال أهمها. يلا لك يا أنا ماذا مر ذلو السر والله بكر والله ما نعرف كونش مر طراف ومتمرمر من شال البال معاه ووكر في البال والشال عليه والسال دمع العين عليه وهدر دمع العين وسالق الجيال وسال الخط وسال المنحر من دمع العين إلى الكحال كحال الجد بالشمر وصدر عن المتعافى كان المال يتمولك فيه يشتب الشريع غير المال مال وزال ازرق عينيك أيمن ويصر ماه غزال ولا مال طوال به النعم ولا مال أغجر محالي في الرياضة والحال سبحانك يا العالي الأكبر أقفال المال منين جفال أغر شالخ لم اللوبر أغر شالخ لو الخلال خل من خيط بيت الشعر منتر قدام الأطفال وخل سيني من سيني كر وخل الكحال من التكحال وخل البياض لين كسر قلال خل من قوال قلال خل والمحصر خل من بيقي وعضال ولا قخل وخل الحجار والسهل وسفوح الجبال من أروي بجلب يتحصر يتنشع واطي فروكال الخلع فوق صليب أخضر شحجل لك ذاك الجمال شحجل لك ذاك المنظر لاش عليك مقيم الأهوال يدلال صبر تمو عن ذاك الحال أموال الحال بينك وياه وتعرف عن دوام الحال للمحال بالداخل حيث المحطة الأخيرة من لحاق طنجة القويرة منذ قليل حطت أو وصل المتسابقون الذين تم استقبالهم بمدينة الداخلة وهي الجمعية عمل شمال جنوب بعد أكثر من أسبوع من السفر ضمن مسار اللحاق والذي تم التعرف على أهم الأماكن والمناظر السياحية الطبيعية بالمملكة. تفاصيل أوفى مع محمد تروزي ومحمد يداس. 36 مشاركا في لحاق طنجة القويرة اشتركوا على مدى 10 أيام أجواء اللحاق حيث تعرفوا على المناظر الطبيعية والمميزات السياحية التي تزخر بها جهات المملكة التي تأتي جغرافيا ضمن مسار اللحاق. الحمد لله دابا النسخة السابعة من لحاق طنجة القويرة اللي كنظموا كل سنة بمناسبة المسيرة الخضراء. انطلقنا النهار 31 أكتوبر من طنجة. الأمور الحمد لله داز بخير وعلى خير حتى وصلنا للعيون والداخلة. هو لحاق أجواء خاصة عائلات نصير عائلة تنولي تنصبحوا عائلة وحدة والجميل هو أننا عندنا دي فالور أو ضوابط اللي هي حب الوطن مواطنة وغادي نكملوا هذا اللحاق يوم 6 نوفمبر بالنشيد بالعالم الوطني برفع العلم الوطني والنشيد الوطني فتزامنا مع 6 نوفمبر عيد المسيرة في العيون إن شاء الله. إلى الداخل إذن حيث كانت المحطة الأخيرة للمشاركين في اللحاق والذين تعرفوا على بعض المرافق والأماكن السياحية التي تميز جهة وادي الذهب القويرة. في الشأن الاجتماعي تعاني السيدة يامنة أناموح من أعراض مرض السرطان سرطان الرحم الذي انتشر في أنحاء عدة من جسدها. هذه السيدة التي تبلغ من العمر 58 سنة هي ربة بيت وأم لخمسة أبناء تناشد المحسنين ذوي القلوب الرحيمة مساعدتها في محنتها خاصة وأن العملية التي تتطلب علاجها لا تستطيع تحمل تكاليفها. أنا مريضة بمرض السرطان 5 سنين هذه. في الأول جاني في الوالدة وحيتها دابا شدني في المسرات صافي عندي بنية عندها 25 سنة في العمر ديالها حتى هي
مريضة، مرض لا عقلي، كنشكر المحسنين يعاونوني، كنطلب المحسنين يعاونوني. المرأة مسكينة راه مازال عندها الافتتاح ومازال عندها الإمكانيات، عندها الرانديبو النهار 10، وعندها السكانير وعندها التحليلات، غير التحليلات راه ما كاين غير 30,826، السكانير راه كيطلبوا لنا غير 46,000 48,000 ريال، وراه كنطلب المحسنين يعاونوا هذه المرأة في سبيل الله. آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية اليوم غد، رفقة محمد فاضل أبو الحسن. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأحداث المغربية التي كتبت عن فضح المخرجة الفلسطينية تغريدة سعادة جبهة البوليساريو من خلال شريط وثائقي يحمل عنوان العائدون، والذي عرض في إطار الدورة 20 من المهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط. وذكرت الأحداث المغربية أن الشريط الوثائقي يفضح بالصورة والصوت الواقع داخل مخيمات تندوف من خلال شهادات صحراويين مغاربة التحقوا بوطنهم الأم، كما سلط الشريط الضوء على الابتزازات والجرائم والتعذيب والديكتاتورية التي يتعرض لها المحتجزون داخل مخيمات تندوف. أما يومية الأخبار فأجرت في عددها الصادر يوم غد الاثنين حوارا مع مبارك بعيدة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، تحدثت فيه عن خطة المغرب في مواجهة الإرهاب بالمنطقة، وقالت إن استراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب مكنت من تفكيك شبكات إرهابية عديدة والحد من الأخطار الإرهابية المحدقة بالمنطقة، أي منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء. وكشفت مبارك بعيدة بحسب ما جاء في الأخبار أن المغرب عمل على تبادل خبراته وتعزيز تعاونه مع شركائه، والنموذج المغربي أثبت فعاليته ونجاعته. يومية أخبار اليوم المغربية تطلعنا في عددها الصادر يوم غد الاثنين بأن إنتاج المغرب من التمور يرتفع في السنة العادية إلى ما يزيد عن 100,000 طن سنويا. وكشف عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أن زراعة النخيل بالمغرب تقدر مساحتها بنحو 48,000 هكتار، أي ما يعادل 4,800,000 نخلة بكثافة متوسطة تقدر بمئة قدم للهكتار الواحد. ونختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادر يوم غد الاثنين من الملحق الرياضي ليومية المساء ومنافسات الدورة 7 عن دوري القسم الوطني الثاني لكرة القدم التي جرت جميع مبارياتها يوم أمسنا السبت، حيث أسفرت عن خروج فريق شباب المسيرة بتعادل أبيض مكن الفريق من تحصيل نقطة إضافية. وذكرت المساء بأن شباب المسيرة تعادل مع فريق شباب هوارة بملعب الأخير، وكانت نتيجة المقابلة 0-0، وهذا يأتي بعد تحقيق الفريق الصحراوي لفوز في آخر مقابلة له. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مولود السيفر والحمين عن سن تناهز 94 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة تركز أولاد مومن. الفقيد كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة وأعضاء جيش التحرير، كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم اليحياوي الحسين والمحمد والحسن والناجم عن سن تناهز 67 سنة، الفقيد ينتمي إلى قبيلة أيت الحسن أيت يحيى المويسات، كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الحسين واقجة عن سن تناهز 60 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أيتوسة، تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. مرور سحب كثيفة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بكل من طنطان وبكرة، 22 درجة بأسا. في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 35 درجة بأوسرد، 25 درجة بالداخلة.
في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج عموما. شروق الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 6:07، أما غروبها فسيكون عند تمام الساعة 6:05 إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: باماكو 37 درجة، 32 درجة بكل من واديبو ونواكشوط، 28 درجة بتندوف مع تسجيل 22 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعة تجي العيون والداخل الجهويتين من خلال موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي.